السلام عليكم، اهلا بكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. كالعاده عارفين كل يوم سبت كل يوم حد بنحاول نعمل اكلات تكون خفيفه واي حد يخش المطبخ يعملها، وبنحاول نقلل شويه الاكلات اليوميه او الطبخات اليوميه. في يوم السبت والحد بنعمل ثلاث اطباق، كل طابق بياخد او كل طابق قال كل طبق بياخد فاصل كامل، بنتكلم عنه بالتفاصيل، بنتكلم عنه بكل حاجه، ونعرف كل حاجه لحد ما نطلع الطبق من اول ما بنشوح لحد ما بنقدم الطبق. طيب ثلاث اطباق اسهل من بعض. عندي رقم واحد فاهيتا بس باللحم الديك الرومي، هنشوف بتعمل ازاي. الطبق الثاني ده بيقدم لحضراتكم من فارم فريتس، كفته مع البطاطس اللي هي الستيك هاوس مع الجبنه وصوص البشاميل، هنشوف بتعمل ازاي. الطبق الثالث شوربه البسله بورق النعناع مع الكريمه اللباني ومع تركيبه حلوه كده من الكرفس والكرات. انا بعتقد ثلاث اطباق اسهل من بعض. تعال نطلع فاصل ثم نواصل، اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا بنتكلم النهارده مع حضراتكم على ثلاث اكلات اسهل من بعض، وده اللي متعودين عليه مع حضراتكم كل يوم سبت وكل يوم حد بنحاول نعمل اكلات تكون خفيفه سريعه بسيطه ومختلفه شويه عن ايام الاسبوع، لان طبعا في افراد في البيت او في العيله دايما بتحب تخش المطبخ ما عندهاش خبره كتير. ممكن نقول مثلا من الشباب اللي هو العمر 12 ل 18 ل 20 سنه، لو دخل المطبخ اكيد ما عندوش فكر اللي هو او مش عايز يقعد يعمل طبخ ويقعد يعمل طواجن وصواني وبتاع. ولكن لو وصلنا المعلومه او اشتغلنا بطريقه تكون بسيطه كده وسهله هنجرأ الناس تخش المطبخ، وهنريح امهاتنا او نخلي الامهات او الازواج طبعا يعملوا الاكل بس يكون على طريقه سهله جدا. طيب عندي نص كيلو كفته، هعمل منه طاجن او صينيه كفته بالبطاطس بتاعت فارم فريتس مع كمان صوص البشاميل وكمان الجبنه، وهنشوف بتعمل ازاي. الطبق الثاني عندي ربع كيلو من صدور الديك الرومي، هيتعمل بشكل الفاهيتا مع الذره ومع المشروم مع الخيار المخلل مع كمان الفلفل الالوان ومع تركيبه حلوه جدا من الخضروات. الطبق الاخير طبق شوربه مفيد جدا وصحي، واتمنى زمايلي كمان ينزلوا حضراتكم حالا الوصفات بالفائده الصحيه، وده المطلوب جدا عشان نعرف كل حاجه بناكلها فائدتها عباره عن ايه. شوربه البسله مع الكريمه مع النعناع او الريحان حسب نوع الريحه اللي احنا عايزينها. طيب بسم الله على طول مع حضراتكم. فاول حاجه ممكن تاخد مننا وقت على ما اعتقد كله مفيش وقت النهارده ان شاء الله، كله اسهل من بعض. طيب ايه الفكره او ايه الموضوع في فكره بطاطس فارم فريتس تقدم لحضراتكم طبق بالبطاطس بتاعتها وكمان مش محمر؟ يعني الفكره ان هم ما بيقدموش الاطباق دي على اساس محمره. البطاطس دي بتبقى واخده نص سوا قبل ما تتحط في الفريزر او قبل ما تتحط في الباكت ده، فهنكمل تسويتها مع اللحمه المفرومه ومع البشاميل، هي دي الفكره. تعال بقى نشوف هنعمل ايه. نبدا نجيب كده الكبه بسم الله، ونجيب بص كده يا عم شفيق، ادي اللحمه وادي البصله، نجيب بس حاجه ننزل بيها، ماشي الكلام. ادي لحمه مفرومه عادي جدا كده اهو، المعيار زي ما احنا عايزين، ربع كيلو نص كيلو حسب الموجود. ربع كيلو عليه بصلايه، نص كيلو عليه بصلتين. ادي البصلات الثانيه اهي كده اهو، وهنبهرها بالمره قبل ما نضربها في الخلاط بحيث ان هي تبقى كلها حاجه واحده. هجيب عندي هنا حبه ملح، تمام، مش كتير عشان عندي جبنه، حبه بهارات لحمه، فلفل اسود جميل جدا، وكمان عندي سن الثوم تديني نفس حلو كده شرقي كده اهو. وهبدا خلاص، انا اعتقد مش محتاج مني حاجه ثانيه غير بس ان انا اضربها كويس جدا في الكبه، وبعد كده هنشوف نعملها ازاي. طبعا انا عندي البطاطس صوابع، اذا البطاطس صوابع يبقى ممكن اعملنا كمان الكفته صوابع او كور حسب الرغبه. تعال نضربها بسم الله. مدام كفته ممكن نديها حبه بقدونس برضو يدونا نفس كويس مع التومه، ولو حابين نحط فلفل حار حسب الرغبه، بس انا مش هحط فلفل حار، خليها كده تكون بسيطه. تمام جدا.
شكل الكفته باين، نجيب بوله فاضيه ونطلع فيها اللي احنا فرمناه. نشيل السكين الاول عشان ما نتعورش، ونبدا نجيب كل حاجه في البوله كده عشان نوضح احنا عملنا ايه. تمام جدا، ادي الكفته. هنعملها صوص بشاميل بالمره. بص شكل الكفته عامله ازاي يا شفيق. ايه وهوريك كمان حاجه بالمره لو عايز اعملها كمان على السيخ، هنشوف كل حاجه واحده واحده. اهو دي الكفته اللي احنا عملناها مع حضراتكم، هنعملها بالبطاطس دي مع الجبنه، بس كمان نبدا نعلق لو حابين على فكره البشاميل. انا هبدا فيها الاول طبق علشان خاطر هدخلها الفرن تاخد اللون وتتعايش وكمان تستوي تسويه معتبره. اجيب عندي حله وهبدا هشتغل بفكره ان انا كميه الدقيق هي نفس كميه الزبده، واللبن اللي هفك بيه او المرقه حسب اللي موجود. نشيل كده كمان بالمره المواعين دي بالمره كده علشان نوسع المكان. مشكلة، خليك انت هنا كده، ونوسع على نفسنا شوية كده. ادي الكفتة وادي البطاطس وادي الجبنة والدقيق هنا اهو. الزبدة نقول مثلا 4 معالق زبدة قدامهم 4 معالق دقيق، يسيحوا شوية كده اهو مثلا، او 5 معالق قدامهم 5 معالق، بشوحها على السريع كده اهو. ده صوص بشاميل هيتعمل في ثواني، حط كمان عليه جبنه ونروق. اول ما تحس ان الزبده ساحت يبقى خلاص دخلنا في مرحله الشوح بتاع الزبده، يبقى هيخش على الدقيق يبدا يشتغل واحده واحده اهو كده اهو. ممكن لو حبيت ابهر الزبده بربع مكعب مرقه ما عنديش مانع بالمره، يعني ممكن اعمل كده. ماشي كده، ممكن اخد مكعب مرقه خضار اهو. معلش خليك معايا لحظه يا شفيق بعد اذنك عشان انا بس ايه بالمره نطعم الامور كده اهو، او نص مكعب بحيث ان هو يبقى مبهر برده بتست مختلف شويه اهو كده. انا بحب افرم دايما مكعبات المرقه، نص مكعب كافي يديني نفس كويس. اشوحه مع الزبده اهو، خدش معايا لحظه بس يديني نفس كويس، وانزل بالدقيق واحده واحده لحد ما يكلكع، وابدا افك عليه بايه، باللبن او بالمرقه او بالكريمه حسب اللي هشتغل بيه كده اهو. اهو بدا يكلكع، هو ده المطلوب. سيبه يتشوح سنه كده بسيطه عشان برضو يبقى متطعم من نفسه. عفوا كده اهو. بالشكل ده كده اهو، وانا كمان شغال ممكن اشوح لو حبيت سنه الكفته دي، اشوحها في سنه زيت لو حبيت. وانزل كده باللبن وافك واحده واحده الدقيق مع الزبده بتاع البشاميل اهو، واقلب لحد ما يبقى شكله كله واحد اهو. قلب كويس جدا، فك عليه واحده واحده اهو. هياخد معايا سنه ملح بسيطه، لو حبيت سنه جوز الطيب ماشي الكلام. لم كل الجوانب، هو خلاص بدا يلم. هرجع بس الطاسه دي هنا عشان هشتغل بيها على التشويح على نار اعلى، واجي هنا النار هاديه دي هبدا اكمل بقيه البشاميل واحده واحده. انا هعمل الطبق كامل، يعني هعمل البشاميل اللي هو مع حضراتكم، هنعمل الكفته اللي احنا فرمناها نديها تشويحه، وكمان البطاطس هنطلعها من الكيس نحطها نفس الموضوع. انا بعتقد الصوص بص حضراتكم عامل ازاي، ما فيهوش حاجه. ممكن اعلي منه، بص كده يا شفيق دي شايف دول ايه، جبنه شيدر. بص المنظر عامل ازاي، وارفع من على النار، ما استناش اكتر من كده عشان خاطر ما اخليش الامور تكون ملعبكه او تتقل اكتر. لو حسيت وانا بغرف ان الامور هتكون معايا شويه حاسس ان هي تكون تقيله، عندي حبه لبن عامل حسابي برده بحيث ان انا اقدر افك بيها الموضوع شويه. طيب الطاسه دي هبدا احط فيها حبه زيت كده اهو، وانسع فيها الكفته بتعفير الدقيق بسيطه جدا. اجيب عندي طبق فيه دقيق بالشكل ده، حلو الكلام، وادي عندي الكفته، وابدا
عشان ده بس مسكنا بيه كذا حاجه نغيره على طول على السريع. اسرع حاجه لان انا مسكت بس الحله والطاسه ومش عارف ايه وبتاع والحاجات دي. كده اهو واجيب بصل عندي كده. بص يا عم شفيق، حته الكفته مضروبه كويس واعمل كده اهو. اي تقطيعه لو حابين يعني كبيره صغيره مدوره زي البرجر حسب اللي احنا حابينه اهو. والزيت الناحيه الثانيه بيسخن تتشوح تشويحه على السريع. عايز بس نص تسويه وكمان البطاطس نص تسويه والبشاميل مستوي كويس. كل الكلام ده كله يخش في الفرن مع الجبنه اكيد الموضوع يختلف. والشكل ده كده اهو، ادي الكفته في ايدينا عامله ازاي، ملبسه متظبطه واخده بهارات ريحتها كويسه مقبوله من واحنا بنعجنها لسه اهو. هعفر كده الدقيق التعفيره دي لسبب واحد، تديني كريسبي بس مش اكتر اهو. كده اهو بالشكل ده كده اهو. شايف الكلام يا عم شفيق اهو. ما حطش كتير دقيق في الزيت عشان ما يتحرقش، يبقى الموضوع مش لطيف اهو. اقل من دقايق والموضوع يكون خلصان. واكمل على السريع. كل حاجة واضحة قدام حضراتكم وبسيطة جدا ما فيهاش صعوبة اهو. واحنا شغالين الناحية التانية برضو بنقلب الكفتة، يعني كله في ايدينا واحنا شغالين اهي. كده اهو تمام. ثانية واحدة يا شفيق. بعمل كده انا خلاص خلصت، ادخل الفرن ادلعك فاصل اصبر عليا كده. روق المكان على السريع قبل ما ناخد بس تسوية. نجيب مثلا حاجة نقلب بيها ونشوف اخبار الدنيا. خلي كل حاجة تاخد تشميعه حلوه كده اهو. شايف اللي بتكلم عليه يا استاذ شفيق، كفته متشوحه بسنه زيت تطلع كريسبي من الدقيق اللي احنا حطيناه، تعفيله اقل من دقايق. هنبدا نعمل التركيبه بتاعت الصوص مع البطاطس حالا. شغل دي ده تحس ان انت بتعمل عجينه بجد. كده اهو ونبدا نقفل بقى الطبق خلاص خلصان ان شاء الله عشان يخش الفرن. بايركس او طاجن حسب اللي موجود عندي بالشكل ده كده اهوت. البشاميل اهو زي ما قلت لحضراتكم هيربط الطبيعي، فجهز له بقيت المعيار بتاعه اللبن بتاعه اهو. فك سنه واحده عن النار ونبدا نقفل الطبق وندخله الفرن. حبه بشاميل، حبه لحمه مفرومه، الامور بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه من الصعوبه ولا المقادير الكتير. ده كده بص الكفته ما فيهاش حاجه يا عم شفيق. طبعا الطف لو حطينا الكفته دي في الثلاجه شويه الموضوع اكيد هيختلف تماما يعني. كده اهو تعالى نقفل الطبق ده.
حبه بشاميل في اول حاجه في البايركس بالشكل ده كده اهوت ماشي، وممكن نديها سنه ريحان لو حبينا كده اهو، تديني نفس كويس. تعالى بقى نجيب الكيس بتاع البطاطس بتاع فارم فريتس الستيك هاوس ده يا شفيق. ستيك هاوس ده اسم النوع البطاطس اللي معموله جوه. نعمل كده ماشي الكلام، ونبدا نطلع كميه البطاطس اهي بالشكل ده. معانا يا عم شفيق من الكيس على طول اهو، وادي الكفته نفس الموضوع خلصانه. نبدا نطلعها بالشكل ده ماشي يا عمنا، على قد الكمية لطيف جدا. طبعا دي خلاص كده اهو، نديها حبة بشاميل على الوش كمان، ونجيب بقية البطاطس على الوش، كأنها صينية بطاطس يعني كده اهو. هطلعك فاصل اقل من دقيقة يعني، خلاص احط ده كده واقفل واطلعك على طول. ادي البطاطس الستيك هاوس طالعة، بص شكلها عامل ازاي البطاطس يا شفيق، مستوية خد بالك، بص ركز كده معايا اهي، بص شايف انا بتكلم في ايه؟ فهي حتى لو بتنزل في النار في اقل من دقيقتين بتبقى كريسبي او بتتحمر بسرعة. خلاص الكيس خلص، ساوي كده الامور شوية. عندي حبة جبنة شيدر على الوش كده وسط الجبنه مع الكفته اللي هي موجوده في النص، والبشاميل بتاعي هقفل بيه بالشكل ده كده اهو. هو اللي هيسوي لي البطاطس ويكمل لي تسويه اللحمه لو حبيت. تمام، ونجيب الاواخر نقفل بالجبنه الشيدر الجوده حسب المتوفر كده اهو، وندخل الفرن. على ما اعتقد وصفه سهله جدا وبسيطه، ولكن انا بحب اتكلم في التفاصيل يعني، ممكن تخلص اسرع من كده، ولكن انا بدات مع حضراتكم من اللحمه المفرومه لتشويحها للكلام ده كله ما خدناش مع حضراتكم اقل من دقيقه. تعال ندخل الفرن نطلع فاصل ثم نوصل. اتفضل. هذا البرنامج برعاية مدرسة، أكتر من شيف، أكتر من دكتورة. مفيش حاجة زي طيبة وحنان الأم، فبتختار لك يري اللي معمولة بلبن طبيعي وقشطة غنية وحب واهتمام لطعم أحلى بكتير. كيري أكتر من جبنة عشان أنتي أكتر من أم. السنة دي الملكة بتشجع الكل يستجدع معاكي. اظبط ميزاني، هبحبح ايدي، اطول بالي، هقرص زياده، هطلب هالك، الله هالك من عينيا. لا خلي خالص، دايما يا جدع معانا هنكون جدعان معاكي، دايما يا جدع معانا هنكون جدعان معاكي. السنه دي الملكه بتشجع الكل يستجدع معاكي، وعشان كده هي كمان زودت لك 50 جرام هديه على كيس ال 400 جرام عشان تسد معاكي وتشبع الكل. الملكه 15 سنه اجدع اكله لاجدع ست. انتي فيكي كتير من ماما، بس بسوفت وير اجن شويه، تختاري زيها؟
وتزودي التاتش، تتعلمي منها النعومة الحقيقية ونعومتك تبقى بالتاتش بتاعك. وان الجديد بريحة الورد أو الفواكه، انت والنعومة وان. وان نعومة. هي أكتر من مدرسة، أكتر من شيف، أكتر من دكتورة. مفيش حاجة زي طيبة وحنان الأم، فبتختار لك يري اللي معمولة بلبن طبيعي وقشطة غنية وحب واهتمام لطعم أحلى بكتير. كيري أكتر من جبنة، عشان أنتي أكتر من أم. ليه التعب ده؟ كيكة؟ طب كيكة تفاح بالقرفة وعليها دواير كراميلا. كراميلا؟ طب كريم كراميل والكيكة فوقيها بقدرة قادر تيجي تحتيها. طب كريم كراميل وكل في حواليه شوكولاتة رايحة وجاية عليه. طب متسوقة بالكريمشن في دوقي وريني هتعمل ايه؟ كنت انت مفكر سانتا رفيش بكريس وفراولة، ما تتعبنيش بحتت بسكوت وانا مرجعة وانتق مع نصلك ويا نفعة. فطعمه خفت الزبة الصفرة، مين يقدر على جنة؟ طول ما في جنة محدش يقدر يغلبك، عشان المطبخ لعبتك. جنة جنة جنة. أطلب هالك الله هالك من عينيا. لا خلي خالص زي ما انت جدع معانا السنة دي. الملكة بتشجع الكل يستجدع معاكي، وعشان كده هي كمان زودت لك 50 جرام هدية على كيس ال 400 جرام عشان تسد معاكي وتشبع الكل. الملكة 15 سنة أجدع أكلة لأجدع ست. إيد مع إيد تملي نبني أكتر نعلي، إيد مع إيد نعيد كل تاريخنا المجيد. عايشي مع بعض عيلة وبنقسم أي شيلة، نرسم أحلام جميلة ونقرب البعيد. مشوار الألف ميل نمشي بإحساس جميل، إننا مع بعض دايما وعن بعض مش بعيد. الصندوق الكويتي للتنمية، أهل وعروبة وبيت. كلور فاين فودز جمعت في مكعب واحد لحم الفراخ الطازة مع أطعم التوابل والخضار، وضفت لهم خبرة كلور فاين فودز لرز أطعم، والنتيجة طعمه يجنن، ريحته هايلة وشكله مفلفل كمان. هي أكتر من مدرسة، أكتر من شيف، أكتر من دكتورة. مفيش حاجة زي طيبة وحنان الأم، فبتختار لك يري اللي معمولة بلبن طبيعي وقشطة غنية وحب واهتمام لطعم أحلى بكتير. كيري أكتر من جبنة، عشان أنتي أكتر من أم. جولد كولاجين بجزيئات الذهب 24 قراط وتكنولوجيا 3D. جولد كولاجين لطلة أصغر 24 قراط من إيفا سكين كلينيك، خبراء العناية بالبشرة. هظبط ميزاني، هبحبح ايدي، هطول بالي، هقرص زياده زي ما انت جدع معانا هنكون جدع معانا. السنه دي الملكه بتشجع الكل يستجدع معاكي، وعشان كده هي كمان زودت لك 50 جرام هديه على كيس ال 400 جرام عشان تسد معاكي وتشبع الكل. الملكه 15 سنه اجدع اكله لاجدع ست. هما دول يا جماعة الولاد اللي محتاجين عمليات فورا. مش خايف، مش خايف، كنت خايفة على عمليات الحمل. وانا بقولك ان شاء الله بإذن الله مش هتموت. لما باجي هنا بخاف ان حد فيهم يموت قدامي. إن شاء الله هتبقى كويسة. ولا مع شغلي ولا مع صحابي. الأطفال بتعيط لمجرد إنك تجيب سيرة مرضهم. أنا بناشد رجال الأعمال لأول مرة في حياتي، بناشد صحاب المصانع الصغيرة، بناشد المعلمين بتوع الفاكهة والخضار، بناشد الناس الجدعة بتاعت مصر. اعملوا خير هتلاقوا خير. يا باسمك المريض يا رب.
مش عاوزين كلام كتير، كلامنا كله بدليل. أمثالنا شعبية وجوائزنا مية مية. مسابقة أمثال، أعرف إيه المثل من الصورة اللي قدامك. صورتنا واضحة ومثلنا جواها، والإجابات اتقسمت نصين، اتقسمت فصين، اتقسمت جزئين. اختار الإجابة واكسب جوائزنا الإسبوعية. الجائزة الأولى 5000 جنيه، التانية 3000 جنيه، التالتة 2000 جنيه. اتصل من أي محمول على 1771 أو من أي خط أرضي على 0900 93 0. فاز معانا الأسابيع اللي فاتت ناس كتير، يلا ما تفوتش الفرصة، لسه الفرصة قدامك. اتصل وجاوب واكسب معانا تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي. للإعلان على شبكة تلفزيون النهار، الوكيل الإعلاني ميديا لايت. الاتصال على الأرقام التالية. الصبح 10 مساء تسمعوا مزيكا؟ ياه اوكي، عايزين نفرح بقى. هنفرح امتى بقى؟ هنفرح امتى؟ كوميدي مش طبيعي. المتوحشة حياتنا. يا الف اهلا وسهلا. صبايا الخير. الف رنجة. البلاتو. عاد خارج يتفسح. كل يوم 10 مساء على النهار. وها يا اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا احنا مدخلين طاجن غريب جديد مختلف، بس يا رب ان شاء الله يعجب حضراتكم. بعد ما يستوي ودخل الفرن من شويه، حطينا الكفته مع البطاطس مع البشاميل، غطينا عليها بالجبنه والبشاميل، دخلناها الفرن. عندي دلوقتي كمان طبقين. الطبق الاول هشتغل فيه التاني اللي هو التاني يعتبر يعني، بس الاول بالنسبه دلوقتي طبق الفاهيتا بلحم التركي او بلحم صدور التركي. هنشوحه الاول. بسم الله، نجيب حله سخنه كده وهنشتغل واحده واحده. فكره الديك الرومي هو بسيطه جدا، ما فيهاش اي حاجه خالص، ولكن انا هزود عليها حاجات بسيطه قوي. سن التوم زياده، سن الجنزبيل زياده، هتدي تيست كويس جدا، وهو ده المطلوب. هبدا ابهرها الاول بحب بابريكا وسنه ملح، ان هي تاخد جدا في الاخر. ماشي الكلام. وحب بهارات مشكلين، ولو عايز اعلي الامور بسن فلفل اسود لا مانع اهو. ماشي الكلام. واجيب عندي سن زيت الاول على نار حاميه كده اهو. ماشي الكلام. وراح جايب عندي المعلقه وانزل بسم الله كده اهو، وابدا اشوح على طول. يا سلام لو اديت لها على طول نص فص توم كده حلو في الاول كتتبيله وكتشويحه، عشان خاطر ببدا الموضوع يكون معايا ليه نفس وانا شغال كده. لو في عندي حبه زعتر ماشي الكلام. الامور كلها معانا يعني، كل حاجه عايزين نحطها مفيش مشكله في التتبيلات بالذات. تتشوح كويس جدا وتتساب شويه. طيب وانا شغال الناحيه الثانيه في عندي حل شوربة البسلة، ما فيهاش أي حاجة خالص غير إن هي هتتعمل بكريمة، إذا هتاخد معلقة زبدة ومعلقة دقيق، والكرفس والكورنات أساسيات. تعال نخش عليها على بالمرة. أدي بصلاية ناعمة، بسم الله. حلو الكلام. وأدي الكرفس والكورنات المفرومين. ماشي الكلام كده. ينزل معاهم على طول حبة زيت، وبعد كده هديها زبدة. أهو. زيت عباد أو ذرة. أهو. دي اساسيات اي شوربه بنشتغل بيها، والله شوربه بصل بقى، شوربه طماطم، شوربه بسله، ايا كان الموضوع ده كله بيمشي معايا زي ما انا عايز اهو. وشغال الناحيه الثانيه برده في الفاهيتا، بحيث ان انا يعني اكون مظبط الامور. الفاهيتا انا بحب اسويها على مزاج شويه. هتديها ايه الفاهيتا بقى يا سيدي؟ هديها طماطم شيري، هديها خيار مخلل، هديها مشروم، هديها حبه بسله لو حبيت، ما حبيتش انا كده كده عندي مقاديري، فلفل الوان، عندي بصل مكعبات، سنة جنزبيل من دلوقتي لو حبيت، جنزبيل فريش، حبة الذرة اهو، ده كله شبيه اهو، دي كده فايدة. ادي الجبنة. الجنزبيل لما نزل مع الثوم اسس ريحة وطعم من قبل ما نسوي الـ 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 الطبق عامة او الفاهيتا بالاساس يعني. بص كده ريحتها يعني في حاجة غريبة فيها. وراح معلي كمان بسن الثوم. ماشي اهو سنة يعني سنة كده اهو. هبدا من دلوقتي عشان اسوي حاجتي كويس، التركي ما ياخدش مني وقت، زي صدور الفراخ كده. انزل بالبصلايه
عشان البصلات تاخد وقت شويه في التتبيله، وكمان عايزها تبقى ليها نفس كمان وطعم شارب من التركي كده اهو، وقلبهم شويه وتتعايش. الناحيه الثانيه البصل والكرفس بتاع الشوربه بدا يتشوح اهو، هبدا انزل عليه برده بحته زبده بحيث ان برده انا هديله كريمه، فاعمل حسابي من دلوقتي. ادي الزبده الصفراء تنزل كده وتتشوح. طبعا الفاهيته طلعها على عيش التورتيلا، العيش التورتيلا كلنا عارفين اللي هو العيش الذره اهو يا استاذنا، جاب جاهز في منه الوان اخضر بالسبانخ، احمر مش عارف بالبابريكا، ده كله قشطه انا ما عنديش منها خالص، ممكن امشيها ساندوتش او افرشها تحت الطبق كده. ادي هنا الزبده عندي ساحت، فاضل عندي فقط لا غير احط البسلة، تبدا برده نايف نايف كله نايف نايف اهو، قلب براحتها خالص، خلي الحاجه تستوي كويس. نعناع وريحان في الاواخر ده فريش، مش هخليه يغلي معاهم يعني. والناحيه الثانيه شغال برده في الفايت، البصلايه دبلت تمام جدا، فلفل الرومي جاهز هينزل برده، وهبدا اسوي كل حاجه لوحدها كده واحده واحده عشان ما اخليش الامور شكلها جميل جدا وفي النهايه احس ان في حاجه مستويه وحاجه نيه حاجه زفره لا مش عارف ايه. ما سيبش لنفسي فكره ان انا اقول ايه كان المفروض ان انا اعمل كذا الاول، احنا قدامنا الاكله من اولها، البصل والجنزبيل والثوم اساسيات زي الكرفس والكرات. ليه؟ لان ده خضار، خضار عطري او خضار ليه ريحه عاليه جدا، وباسس بيه كمان طعم زي التتبيله بالظبط، فبنزله من الاول. في الالوان مش عايزه يستوي قوي، طماطم شيري نفس الموضوع، الذره نفس الموضوع، الخيار المخلي نفس الموضوع، المشروم نفس الموضوع. لو بصينا اهم يا شفيق خمس حاجات اهم، ويليهم كمان الجبنه، مش هنزلها دلوقتي زيهم زي البقدونس، ما عاملهمش معامله الفراخ او اللحمه ولا الديك الرومي ولا البصله ولا الجزره، ده كله حاجات لازم ياخد بالنا منها شويه. تمام جدا. الناحيه دي برده شغاله هنا البسله بتاخد تشويحتها، بقول له حطيتش معلقه دقيق دلوقتي لاني صابر لما اشوح الاول البسله مع الزبده ومع البصل كده، وسيبهم شويه يتبلوا وبعد كده نشتغل واحده واحده. هنا الامور بدات تطول شويه، خلت التسويه تمام جدا مفيش اي مشكله. ابدا انزل عندي بالفلفل الاخضر او الالوان يتشوحوا برده مع بعض، وابدا اغطي عليها تتبخر. ليه تتبخر؟ عشان تكمل تسويتها على بخارها، منها فيها زي ما بيقولوا كده او زي ما احنا بنقول كده، خليها تاخد منها فيها على نار هاديه. تشويحها زياده على اللزوم ده حلو مش وحش، بس كان في الاول حطينا خضار دلوقتي ما نقعدش نقلب كتير ونهرف الخضار، لان الخضار طبيعي جدا هيروح يعني في ثانيه ما بيستوي يعني ما بيكملش تسويه خالص. هرجع للبسله شغال فيها برده واحده واحده، او بحس ان خلاص خدتها سوتيه وتمام التمام، هبدا هناولها معلقه دقيق عشان خاطر اكون عارف ان انا هشتغل بفكره شوربه الكريمه. معلقه الدقيق اهي يا شفيق مش هتبان، واقلبها. بص بص ما بانتش، بانت يا استاذ اهي، ماشي الكلام كده. انا جاهز على المرقه، ابدا اجيب عندي المرقه واسيبها تاخد مع نفسها كده وتكتف. عندي مرقه خضار او مرقه فراخ حسب النوع اللي بشتغل بيه، انا شغال بمرقه خضار اهو. بسم الله كده اهو، وغطيها شويه بالميه او بالمرقه لحد ما تاخد وقتها وتبدا تستوي بقى وتغلي غلوتين ثلاثه، وبعد كده هنبدا نديها الخلاط. غطي عليها وسيبها وتتعايش. ده قبل ما اطلع الفصل هقفله، اصبر ثانيه واحده كده بالمره عشان ايه نستفيد بالوقت ونبقى عارفين. ده خلاص خلصان يعتبر زي ما حضراتكم شايفين اهو بالشكل ده كده اهو. ممكن نبهر من دلوقتي بسنه بهارات حلوه كده، حبه ملح وبصلات لان عندي جبنه خدوا بالكم ما نزودش فيها كتير، سن البابريكا حلو الكلام كده، وكمان فلفل اسود. هي واخده حاجات حلوه من الاساس، الثوم والجنزبيل معليين جدا في التست دول كده. الريحه بتاعه البهارات لما نزلت قلبت الموضوع. هنزل بالمشروم، انا يعني مصمم او مسترس شويه في الطبخه دي يكون الخضار اكتر من البروتين او من اللحمه عامه، خضار افيد صدقوني والله كده اهو، ماشي الكلام بالشكل كده اهوت. واروح نازل بالطماطم التشيري في الاواخر خلاص كده، وبالذرة الاصفر، خيار المخلل خليه في الاواخر خالص حتى في وش الطبق ده، ياخد له غلوتين كده على البخار ويتعايش، ونغرفه مع حضراتكم في اخر الطبخه بتاعتي. خلاص مش هياخد مني وقت، انا شغال ابص بصه على الفرن كده بالمره على هندسه كده، بص بصه
شوف الكلام كده. تمام. طيب عايز تفصل براحتك، انا خلاص انا تمام، مستني بس حاجه تتسوي. ده هياخد 5 دقايق ان شاء الله مش اكتر من كده، وبعد كده يتضرب في الخلاط، وده كمان نفس الوقت على ما اعتقد يتبخر كويس جدا، ونقطع له كمان الخيار المخلل بتاعه يكون جوليان كده على الوش، وكده هطلعه مع العيش تورتيلا بعد الفاصل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب بص بقى هندسه، شايف اللون ده وشايف البشاميل اللي هو بيبقبق كده؟ منتهى البساطه اي حد يخش يعمل الكلام ده، حاجه مستويه لطيفه جدا، بشاميل مستوي، البطاطس مستويه، كمان الكفته احنا مسويها نسبه 50 60% دخلت جوه مع نفسها وتعيشت. طيب تعال نبص بس بالمره على الفاهيته كده، سايبها انا على النار هاديه عايشه حياتها، خلاص دي على الغرف، وكمان نحط لها على الوش كمان بالمره، تعال نغرفها بالمره كده اهو، نحط لها حبه الجبنه دول، نفس الكلام، وحبه الخيار بالمرة، ماشي الكلام كده. ومن الحلة على الطبق، بسم الله. شوف يا الجمال، شوف اهو، اتفضل يا سيدي، بسم الله. تعالى يا اسلام بقى، بدل ما تعمل تضحك كده خش اشتغل، اشتغل يا عم اشتغل. طبعا عمال تهكك في البتاع مع صاحبك كده اهو، وادي حبه جبنه كمان على الوش، متشكرين. ابسط طبخه في الدنيا. ده الطبق الثاني، نرفع دي ونيجي نضرب بقى الايه الشوربه. نحطهم كده ماشي، ادي بولك الشوربه، ونجيب الهاند بلندر ونبدا نكمل بيت ضرب الشوربه. حبه كريمه لباني، عشان برضه احنا قلنا بالكريمه مبقاش ظالمين، شكلها مش هيدي، مش يعني ايه اللي ممكن ياخدها من غير كريمه. بص يا شباب عامله ازاي، ممكن نفكر فيها كريمه من جوه، لكن هي ما فيهاش كريمه لسه. نعمل كده يلا. تمام جدا، اتضربت كويس قوي وزي الفل، بس نديها غلوتين كده ونسيبها شويه. تعال نجيب عيش تورتيلا وندخله كمان على طول على الفايده اهو. ادي عيش تورتيلا، عيش الدور يا عمنا، هنعمل حاجه حلوه قوي. ادي اللقمه، ممكن نسخنها وعزيله بس هعملها كده. ماشي الكلام يا استاذنا. ده العيش، نبدا نعمل كده تحت الايه او جنبها، يعني مش فارقه اهو كده. حلو الكلام. ودول نحطهم على رف الفرن كده، مش خلينا نشوف الفرن التاني. تمام، اخدوا كده ايه سنه كريسبي، يتحطوا برده نفس الموضوع ده. اول ما يغلي انا هشيل بس كمان الفوم ده، في فرق ما بين الفوم وبين الريم. يعني ايه بقى، وضح لي معلش. الفوم اللي هو الرغاوي بتاعه ضرب الكريمه مع الخلاط، الريم ده اللي هو مش حلو، لان دايما انا بقعد اتكلم عنه كتير جدا، وبلاش نبقى مش عارف نعمل ايه والقصه دي كلها. الريم بيجي من عدم نظافه الخضره او عدم غسيل اللحمه او تنظيف الفراخ قبل السلق، يطلع ريم شكله مش لطيف. ناس كتير جدا ممكن تقول لك هنداريه، هنغيره، هنشيله، بس احنا طبخنا بيه فاوريدي هو كده كده خلاص، احنا يعني عارفين ان في نسبه 1% موجوده وحشه في الاكل. نظفنا بقى، روقنا، غطينا، سوينا، ده بعدين يعني، دي مرحله ثانيه من الكلام. اما الاساس اللي بتكلم عنه ان في ريم، هي دي اللي انا ما بحبهاش خالص. الفوم ده بيبقى نتيجه انت حاطط كريمه او حاطط دقيق او حاطط حاجه ليها علاقه شويه بالدهون زي الزبده او حاجه مع الكلام ده كله. لما نيجي نبدا نعمل كده، بص عامل زي وش اللبن
لما بيغلي لبن البلدي تبقى الشكل ده. راح اعمل كده اهو، احب اقول كل حاجه عشان نبقى صرح اهو. شايف يا عمنا اهو الفوم غير ايه؟ غير الريم. بس كده ادي كلام واضح تمام جدا. لو في حاجه تانية بالمره انا تمام اهو. بس تعال نشوف قوام الشوربه بقى عامل ازاي بعد الكلام الكتير عليها. شايف الكلام يا عمنا؟ حبه شوربه ما فيهمش اي حاجه. ممكن احمص بقى عليهم حتتين عيش كرتون، عيش توست اتقطع كده زي بتاع سيزر سلطه كلنا بنحبه، حبه عيش شامي محمص، اي اللي انا عايزه. بس هي كده زي الفل قوي. يلا كده على طول بسم الله. قوام لطيف جدا ما فيهاش اي حاجه. حل قد البول، نطفي النار، نشيل الكلام ده. ادي العيش معانا هندسه اهو، اقل من دقيقه خد الكريسبي اهو. اتحط برده نفس الكلام على ما اعتقد، يعني السبت والحد زي ما احنا متفقين ودايما بنتكلم الكلمه دي على السريع. بنعمل اكلات سريعه جدا، اكلات بسيطه جدا. كان مع حضراتكم النهارده صينيه بطاطس من فرن فريتس لحضراتكم مع الكفته وليه كمان الجبنه وصوص البشاميل، طبق فاهيتا معمول بالبذور التركي معمول بطريقه مختلفه جدا مع العيش تورتيلا، وكمان شوربه البسله بالكريمه اللبانيه. حلقه جديده والسلام عليكم.